كان عبد الله بن السلم الباهلي أعطى الفرزدق الشاعر جعلته وحمله على دابة وأمر له بألف درهم، فقال له عمرو بن عفراء الضبي: ما يصنع الفرزدق بهذا الذي أعطيته؟ إنما يكفي الفرزدق 30 درهما، يزني بعشرة منها ويأكل بعشرة ويشرب بعشرة. فقال الفرزدق يهجوه: ستعلم يا عمرو بن عفراء من الذي يلام إذا ما الأمر غبت عواقبه. نهيت ابن عفراء أن يعفر أمه كعفر سلا إذ عفرته ثعالبه. فلو كنت ضبيا صفحت ولو سرت على قدمي حياته وعقاربه. ولو قطعوا يمنى يدي غفرتها لهم والذي يحصي السرائر كاتبه. ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرنا السليط أقاربه. ولما رأى الدهن رمته جبالها وقال الديافي مع الشم جانبه. فإن تضب الدهن عليك فما بها طريق لربات تقاد ركايبه. تشمر مال الباهلي كأنما تهر على المال الذي أنت كاسبه. فإن امرئا يغتابني لم أطأ له حريما ولا تنهاه عني أقاربه. كمحتطب يوما أساود هضبة أتاه بها في ظلمة الليل حاطبه. أحين التقى نبايا وبيض مسحلي وأطرق إطراق الكرام أحاربه.